من معبر رفح ينضم إلينا موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد. محمد، اطلعنا عليك في الإفادة، طلعنا معك في الإفادة الماضية على استعدادات المعبر أو على حجم الشاحنات والمحملة بالمساعدات التي دخلت إلى المعبر. قبل أن نتطرق إلى التحديثات فيما يتعلق بهذا الأمر، يعني دخل القطاع في خامس أيام الهدنة وأول أيام التمديد الإضافي لهذه الهدنة، كيف يبدو الوضع لديك استعدادا لهذا اليوم في معبر رفح؟ نعم، دينا، خرجت بالفعل عدد كبير من شاحنات الوقود التي كانت قد دخلت في صباح هذا اليوم إلى قطاع غزة. سبع منها، جزء كبير من هذه السبع قد أفرغ حمولاته بالفعل وعاد مرة أخرى إلى الجانب المصري. كذلك أيضا العشرات، تحدثنا عن 250 شاحنة دخلت للتجهيز في الجانب الآخر، هي تستعد للدخول إلى مخازن قطاع غزة، تحديدا الهلال الأحمر والأونور، وعدد أيضا كبير منها قد أفرغ حمولاته بالفعل وعاد مرة أخرى إلى الجانب المصري، والبعض الآخر ينتظر شارة البدء للتدفق إلى شمال قطاع غزة. فبالتالي هناك حركة لا تتوقف من هذه الشاحنات، إذا كانت شاحنات من الوقود أو حتى شاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية وكذلك الصحية، ستذهب مباشرة إما لجنوب قطاع غزة أو حتى شمال قطاع غزة. ومن المرجح أن ترتفع الأعداد في اليوم الخامس للهدنة بالجهود المصرية التي يتم إجراؤها مع الأطراف كافة من أجل دخول هذه المساعدات بشكل آمن إلى الشمال مباشرة، ولا تتعطل ولا تنتظر فترات أطول في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة. ذلك على المستوى الآخر، المصابون يتدفقون إلى المعبر، لكن ما رأيناه من حالات كانت حالات شديدة الخطورة دينا، هناك كسور متفرقة من الجسد وأيضا بعض يعني الدعامات الحديدية مركبة لهؤلاء المرضى، وسيتم إجراء بقية الإجراءات الصحية داخل المستشفيات المصرية. كانت معظم الحالات من النساء، وأيضا هناك رجلان من هؤلاء المصابين الذين وصلوا برفقة ثمانية أشخاص من ذويهم، سيتلقون العلاج وانتقلوا بالفعل إلى المستشفيات القريبة من هنا، منها العريش العام التي تستقبل عدد أكبر. حتى يرتفع حصيلة المرضى أو المصابين الذين دخلوا إلى مصر منذ بداية هذه الحرب لعدد يقترب من 500 أو ما يزيد عن 500 مصاب، وهناك أيضا 300 مرافق لهؤلاء المصابين. أيضا على مستوى المساعدات رأينا أرقاما مرتفعة أصدرتها الجهات المصرية ومنها الهيئة العامة للاستعلامات، كانت تتحدث عن بأن معبر رفح وصل إليه ما يزيد عن 11800 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية. كذلك أيضا هناك أعداد كبيرة ومنها 8500 طن من المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى العديد من الأطنان من المساعدات الصحية والمستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها داخل قطاع غزة وبالتحديد في المنطقة الجنوبية. نعم، محمد عبيد موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، شكرا جزيلا لك.